أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من تن تي في. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينغ سبل تعزيز الشراكة والعلاقات بين مصر والصين بجميع المجالات وجهود مكافحة الإرهاب. وناقش الزعيمان خلال اللقاء عددا من الملفات الهامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن بينها سوريا واليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وجهود مكافحة الإرهاب. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر سارعت إلى تنفيذ خريطة الطريق الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم، داعيا الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية الاقتصاد المصري. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيت شانغ ببكين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحرص الرئيس السيسي على التأكيد على زيارته الحالية لبكين والتي تعد الثانية خلال أقل من عام تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوفر الإرادة لإقامة شراكة استراتيجية شاملة. من جانبه رحب رئيس الوزراء الصيني بمشاركة السيسي في احتفالات الصين بالذكرى 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، مشيدا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه في أغسطس الماضي واصفا إياه بالإنجاز العظيم. وتعليقا على هذه الزيارة، ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأسيوية سابقا. سيد سفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. سيد سفير، كيف تقرأ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين وهي الثانية في أقل من عام؟ كيف تقرأ سياسيا؟ طبعا تكريم كبير لمصر أن الصين تدعوها للمشاركة في احتفالاتها ذكرى 70 لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، ودعوة فصيلة من الجيش المصري لتشارك في العرض العسكري الكبير الذي سيقام في العاصمة الصينية بكين في هذه المناسبة التاريخية بالغة الأهمية للشعب الصيني. وده تكريم كبير لمصر واعترافا بدور مصر في الاعتراف الدبلوماسي بجمهورية الصين الشعبية، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأول دولة إسلامية وأول دولة إفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية في عام 1955. نعم. فهذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تفضلتي وأوضحتي حضرتك إن دي زيارة ثانية لسيادته للصين، حيث أن الأولى كانت في ديسمبر الماضي. هذه الزيارة الثانية بتعكس عمق العلاقات المصرية الصينية في عالم متغير. هذه الزيارة والجولة الأسيوية التي يقوم بها السيد الرئيس بتأتي في إطار تغيرات كبرى نشهدها النظام الدولي، ليس فقط النظام الدولي وإنما الاقتصاد الدولي. آسيا في إطار هذه التغيرات، ولعل أبرز هذه التغيرات الإيجابية من وجهة نظر مصرية هي أن آسيا في صعود لتكون هي قارة المستقبل خلال القرن 21. يعني يفهم من حضرتك سيد سفير أنه بناء على الكلام اللي حضرتك بتقوله أنه مصر تبحث عن شريك آسيوي كبير كالصين في المرحلة المقبلة. مصر حضرتك استجابة وإدراكا واستيعابا للتغيرات التي يشهدها النظام الدولي، إن مصر بتتحرك لتؤمن مصالحها وأمنها القومي. نعم. وهي تقوم بهذا عن طريق الانفتاح على جميع القوى العظمى والقوى الدولية في النظام الدولي، وليس فقط القوى الدولية وإنما التكتلات الدولية. طبعا عندما نتحدث عن جولة السيد الرئيس الآسيوية، نحن نتحدث عن سنغافورة وعن الصين وعن إندونيسيا، لكن في نفس الوقت كما تابعتي حضرتك وتابع الشعب المصري كله، أن السيد الرئيس خلال وجوده في سنغافورة قام بزيارة إلى الأمانة العامة لمنظمة الآسيان. منظمة الآسيان دي منظمة حضرتك بتكتل إقليمي، وزنه الاقتصادي في آسيا وفي النظام الدولي وزن كبير جدا جدا جدا، وإن رئيس مصر يزور
مقر هذا التكتل الإقليمي الهام، ده دل على شيء يدل على أن مصر منفتحة على كافة التكتلات الدولية، وبصفة خاصة التكتلات التي نحن نرتبط بدولها بعلاقات تاريخية. وصلت كل دول الأسيان حضرتك في الخمسينيات والستينيات والنصف الأول من السبعينيات كان لمصر معهم علاقات متقدمة للغاية. وصلت الفكرة، جزيل الشكر ليك سيادة سفير حسين هريدي مساعد وزير خارجية الأسبق للشؤون الآسيوية. افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرحلة الأولى من مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر بتكلفة بلغت 1 مليار جنيه، وذلك بحضور الشيخ سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات. تقام المستشفى على مساحة 25 فدانا لتصبح أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، كما تحتوي على 200 سرير رعاية مركزة و25 غرفة عمليات على أعلى مستوى. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أن عدد طالبي الترشح في اليوم الأول بلغ 2745 شخصا في جميع محافظات مصر، ولا توجد محافظة لم يتقدم للترشح فيها أحد. من جانبه صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة تنوهت إلى أن من يرغب في الترشح عليه إجراء الكشوف والتحاليل الطبية خلال 72 ساعة وتسليم التقرير الطبي للجنة الانتخابية قبل انتهاء فترة الترشح في الساعة 2 من يوم السبت الموافق 12 من سبتمبر 2015. في سياق متصل، بدأت وزارة الخارجية استعداداتها لتنظيم وتسهيل عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث كلف وزير الخارجية سامح شكري السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج. وقد بدأت اللجنة في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقر اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجستية الواجب توفرها لإتمام العملية الانتخابية. كانت العليا للانتخابات قد أعلنت يوم الأحد الماضي الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المرتقبة على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 من أكتوبر المقبل. أعلنت القوات المسلحة توفير العديد من فرص العمل للعمال وفني التشغيل والصيانة لماكينات حفر الأبار ممن يملكون الخبرة والكفاءة للتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعمل في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس والمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات. وذكرت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أنه سيتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، شرط أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25 و55 عاما ويفضل ذوي الخبرة، على أن يرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية. قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أنه سيتم تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة المنوفية خلال سبتمبر الجاري لعدد 30,000 أسرة تضم حوالي 150,000 مواطن من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي. وأكد عدوي أنه سيتم تقديم الخدمة ببطاقة الأسرة الذكية التي تستخدم في صرف السلع التموينية بالمجان تماما، وذلك من خلال 63 وحدة طب أسرة وأربع مستشفيات إحالة. وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن البرنامج يستهدف مادة التغطية الصحية لعدد حوالي 29,315 أسرة تضم حوالي 117,260 مواطن من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي. اعتمد الدكتور محب الرفاعي وزير التربية والتعليم نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني للعام الحالي بنسبة نجاح بلغت 87.6%. من جانبه صرح محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأن النتيجة سوف تعلن بجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية اليوم. جدير بالذكر أن نسبة الدورين معا هي 97.4%، بينما كانت نسبة العام الماضي 89.7%.
انفجرت قنبلتان هيكليتان بداخل مول تجاري بوسط مدينة قنا صباح اليوم، ما أسفر عن اشتعال نيراني في المول وإحدى الشقق السكنية المجاورة له، وهو ما أدى إلى وقوع حالة من الهلع لدى سكان المدينة بكاملها لشدة الانفجار. انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإبطال مفعول أي قنابل أخرى قد تكون معدة للانفجار. وذكر مصدر أمني بمديرية أمن قنا أن الانفجار أدى إلى اشتعال النيران في المول ووقوع العديد من الخسائر في المحال التجارية دون حدوث خسائر بشرية تذكر. وأهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والدولية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات الشرعية وبين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة كلابة شرقي تعز. تأتي الشبكات أثناء محاولة الحوثيين شن هجوم لاستعادة منزل الرئيس السابق صالح والذي سيطرت عليه القوات الشرعية قبل أكثر من أسبوعين. من جانبه شن طيران التحالف العربي عدة غارات استهدفت تجمعات للحوثيين وقوات صالح في مواقع مختلفة في تعز، أبرزها مقر اللواء 35 في المطار القديم شمالي غرب تعز والذي تعرض لأربع غارات أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 17 آخرين وتدمير عربتين. في غضون ذلك أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان في منطقة جازان جنوبي السعودية إثر سقوط قذائف من داخل الأراضي اليمنية. اختطف مسلحون 16 موظفا تركيا بمدينة الصدر شمال شرق العاصمة العراقية بغداد. وقال العميد سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية، قال إن العمال اختطفوا في حي الحبيبية شمال شرق بغداد صباح اليوم. بدأت تركيا مؤخرا في شن هجمات جوية ضد تنظيم داعش شمالي العراق وبالسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لتقصف التنظيم. يذكر أن في العام الماضي اختطف 46 تركيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، لكن أطلق سراحهم دون أذن بعد أكثر من 3 أشهر على الاحتجاز. أعلن المتحدث باسم قوات الصاعقة الليبية ميلود الزوي مقتل القائدين أبو بكر الفاسي وإبراهيم جعودة، إضافة إلى 3 جنود آخرين من الجيش الليبي في تفجير عبوة ناسفة ببني غازي شرقي البلاد. تشهد بني غازي منذ أكثر من عام معارك دامية بين جماعات مسلحة متشددة من بينها تنظيم داعش الإرهابي وجماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة من جهة والقوات الموالية للحكومة المعترف بها شرعيا من جهة أخرى. يتدفق آلاف المهاجرين على الأراضي اليونانية مع استعداد الحكومة لإجراء مباحثات بشأن سبل التعامل مع العدد الهائل الذي يصل إلى سواحل البلاد. واتجهت سفينتان تحملان أكثر من 4,100 شخص إلى ميناء بيرايوس بجزيرة ليسبوس اليونانية. يكافح الاتحاد الأوروبي التعامل مع تدفق غير مسبوق للمهاجرين، ولا تزال السبل متقطعة بمئات الأشخاص خارج محطة سكة حديد بودابست في المجر بعد أن منعتهم الشرطة من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى أخبار الرياضة، حيث يختتم اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر استعداداته النهائية بالقاهرة لمباراة الفريق المنتظرة أمام نظيره التشادي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. يؤدي الفريق تدريبه الأخير بعد ظهر اليوم، وهو التدريب الذي سيعلن بعده كوبر الأسماء النهائية ل 22 لاعبا للسفر لتشاد صباح غد. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في 7 من مساء اليوم على الملعب الرئيسي لختافي في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيقام عليه المباراة الودية أمام فريق ختافي الإسباني في 9 من مساء غد الخميس. كان الأهلي قد أدى تدريباته طوال الأيام الماضية على أحد ملاعب النجيل الصناعي في مدينة برشلونة قبل السفر إلى مدريد.
وقع أحمد حجازي مدافع نادي فيورنتينا الإيطالي السابق على عقد انضمامه للنادي الأهلي رسميا ولمدة 5 مواسم. ووصل حجازي للقاهرة أمس من أجل الانضمام لمنتخب مصر وإنهاء الاتفاق مع مسؤول النادي الأهلي. كان حجازي قد أنهى في وقت سابق تعاقده مع نادي فيورنتينا، حيث كان من المفترض أن ينتهي تعاقده مع الفيولا بنهاية الموسم، وبذلك يصبح أحمد حجازي ثامن صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الحالي. نجح محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي في الاتفاق مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي على الحصول على خدمات محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 100,000 يورو. وفسخ الزمالك تعاقده مع شيكابالا بعد الاتفاق على شرائه من لشبونة مقابل 650,000 قبل أن ينجح أبو السعود في إنهاء الأمر مع لشبونة واستعارة شيكابالا لمدة موسم واحد. تربعت لاعبة المنتخب الوطني للسكواش رنيم الوليلي على عرش تصنيف السيدات لتكون أول لاعبة مصرية تحصل على هذا الإنجاز، وذلك في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للسكواش. بهذا الإنجاز أقصت رنيم اللاعبة الماليزية نيكول ديفيد عن عرش اللعبة التي تربعت عليه لمدة 10 سنوات متتالية. كما حافظ اللاعب محمد الشوربجي على صدارة التصنيف العالمي للرجال للشهر 11 على التوالي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية حتى الساعة. أشكركم على طيب المتابعة، والى اللقاء.